هنكمل كلامنا اليوم بالفصل الثاني من الباب الأول بعنوان النانو تكنولوجي، ونشوف علاقة علم النانو تكنولوجي بالكيمياء. النانو بتنقسم الكلمة لمقطعين، نانو مأخوذة من كلمة نانوس اليونانية وتعني القزم أو الشيء المتناهي في الصغر. تكنولوجي طبعا بتعني التطبيق العملي للمعرفة في مجال معين. يعني لما اجي اعرف نانو تكنولوجيا اقول هو التكنولوجيا المواد المتناهية في الصغر، ويختص بمعالجة المادة على مقياس النانو بالغرض انتاج نواتج مفيدة وفريدة في خواصها. طيب النانو دلوقتي كوحدة متناهية في الصغر فهي وحدة فريدة في نوعها. النانو بيمثل او بيعادل 1 على مليار من المتر. وطبعا زي ما في نانو متر في نانو ثانية ونانو كيلو، كل وحدة ليها مصغرات اللي هي النانو، ويمكن هتتعرضوا للكلام ده اكتر في ايه في علم الفيزياء. فاحنا يهمنا دلوقتي العلاقة بين النانو والمتر. النانومتر بيساوي 10^9 متر او بيساوي 1 على مليار من المتر، وكذلك النانو ثانية والنانو جرام والنانو مول الى اخره. في بعض الامثلة في كتاب المدرسة بنوضحها لك، يعني مثلا قطر حبة الرمل بيبلغ حوالي 10^6 نانومتر، قطر جزيء الماء يساوي تقريبا 3/10 نانومتر، قطر الذرة الواحدة في المتوسط ما بين 1/10 إلى 3/10 نانومتر. بالنسبة لخواص النانو الفريدة، في خواص بتعتمد على الحجم، وفي خواص طبعا بتعتمد على اللون والشفافية والقدرة على التوصيل الحراري والكهربي والصلابة والمرونة ودرجة انصهار وغيرها من الايه من الخواص اللي هنشوفها ونحاول ان نتعرض ليها. ويمكن عندنا من رواد تكنولوجيا النانو علم النانو الدكتور المصري مصطفى السيد. طيب نتكلم دلوقتي على الحجم النانوي الحرج. متى تصل المادة للمقياس النانوي؟ عندما يصبح حجمها مساوي للحجم النانوي الحرج، وهو الحجم الذي تظهر فيه الخواص النانوية الفريدة للمادة، وبيقع في حيز ما بين 1 إلى 100 نانو متر. ويمكن في بعض الأمثلة عندنا في الكتاب اتوصل لها العلماء. على سبيل المثال نانو الذهب، طبعا الذهب في المقياس المرئي، وده بنسميه مقياس الماكرو اللي احنا بنشوفه بعينينا، ده مقياس الماكرو. بنلاقي لون الذهب أصفر، وطبعا اللون ده بيبقى ناتج من تفاعل ذرات الذهب مع الضوء على مقياس الماكرو المرئي. لما نيجي نقلل حجم دقائق الذهب حتى تصل الى الحجم النانوي الحرج او اقل، بيتغير اللون، وطبعا دي الظاهرة اللي دهش عليها العلماء. فالذهب لقيناه في الحجم النانوي ممكن يكون لونه احمر او برتقالي او اخضر، واوقات بيكون ازرق. فمعنى تغير اللون لمادة معينة معنى تغير باقي خواصها. طبعا هنا ايه السبب في ذلك؟ طبعا هنا تفاعل الضوء مع دقائق الذهب على مقياس النانو الغير مرئي بتختلف عن تفاعل الذهب مع الضوء في المقياس الماكرو المرئي، مما يؤدي الى تغير اللون. وبالمثل عندنا برضو النحاس، العلماء لاحظوا ان انا لما بوصل بالنحاس لدقائق متناهيه الصغر بتزيد صلابته عن حالته لما بيكون في الوضع المرئي. وطبعا ده مش بس النحاس والذهب، الكثير من المواد بتختلف خواصها
إذا وضعت على مقياس النانو الغير مرئي، وتم تصغير تصغيرها لدقائق في الحجم النانوي الحرج. طيب دلوقتي ايه السبب في الخواص الفائقة للمواد دي؟ الخواص دي بترجع للعلاقة ما بين مساحة السطح والحجم. كل ما النسبة بين مساحة السطح الى الحجم بتزيد، كل ما بتزيد صلابة المادة على سبيل المثال، وبتتغير ايه خواصيها. طيب دي فكرة بسيطة بنحاول نوضحها لك عن علم النانو والفكرة بتاعته، وانه هو المختص بدراسة المواد المتناهية في الصغر. دلوقتي عاوزين نتكلم بقى على ايه كيمياء النانو. كيمياء النانو طبعا احد فروع علم النانو، بيتعامل مع التطبيقات الكيميائية للمواد النانوية او المتناهية في الصغر، ويتضمن دراسة ووصف وتخليق المواد ذات الابعاد النانوية، ويتعلق بالخواص الفريدة والجديدة المرتبطة بجميع هذه الذرات. طبعا المواد النانوية لها اشكال متعددة، وهندرس بعضها وهنشوف دلوقتي ايه اهم الاشكال النانوية للمواد. عندنا المواد النانوية وحدات البعد، وهي المواد ذات البعد النانوي الواحد بيتراوح ما بين 1 الى 100 نانو متر، زي الاغشية الرقيقة تستخدم في طلاء الاسطح، زي مثلا ايه طلاء الدوكو الحديث للسيارات الحديثة، للحماية من الصدأ، تغليف المنتجات الغذائية، لوقايتها من التلوث، الاسلاك النانوية الدقيقة التي توجد داخل المذر بورد والدوائر الالكترونية، بالنسبة للاجهزة الالكترونية الحديثة زي الموبايلات وزي الايفون الاخ. وكذلك الالياف النانوية تستخدم في عمل مرشحات للماء داخل الفلاتر الحديثة. وفي عندنا المواد النانوية ثنائية البعد، وهي المواد النانوية التي تمتلك بعدين يتراوح ايضا من 1 الى 100 نانومتر. ومن امثلتها انابيب الكربون النانوية وحديت البعد ومتعددة الجدر. وطبعا انابيب النانوية الكربونية دي لها خواص هامة جدا، زي اولا جهاز توصيل الحرارة والكهرباء، توصيلها للكهرباء اعلى من النحاس، ماشي، بنلاقي توصيل الحرارة اعلى من درجة توصيل الماس او الالماز، اقوى واصلب من الصلب، بحيث انها لها القدرة على جر او رفع قاطرة، وهي طبعا بتكون في سمك شعرة رأس الإنسان. ده أدى إلى استغلالها في صنع ما يسمى بمصاعد الفضاء. عندنا برضو من استخدامات انابيب الكربون او المواد النانوية البسيطة، ممكن استخدم انابيب الكربون في بعض العمليات داخل الجسم لسهولة ارتباطها بالبروتين. بستخدمها كأجهزة استشعار بيولوجية لانها حساسة جدا للجزيئات معينة. المواد الثلاثية للابعاد تمتلك 3 ابعاد نانوية، يتراوح كل بعد ما بين 1 الى 100 نانومتر. مثال لذلك عندنا مثالين، صدفة النانو وكرة البوكي. صدفة النانو طبعا بستخدمها في علاج السرطان، وفي ابحاث بتجرى عليها حتى الان، وعندنا امثلة ليها طبعا بتسمع عن مستشفى 57. وعندنا كمان كرة البوكي. كرة البوكي دي كرة مجوفة، تتكون الكرة الواحدة من 60 ذرة كربون، تشبه كرة القدم، يمكن استخدامها كحامل للأدوية، بحيث انها بيتم حقنها داخل دم الانسان حتى تصل الى الاجزاء المصابة، فلا تسبب اي ضرر لباقي اجزاء الجسم. فطبعا لها اهمية كبرى جدا في علاج الكثير من
الامراض. وطبعا بتسمع من العمليه، من العمليات اللي ايه اللي بتتم عن طريق المنظار دلوقتي الحديثه، تطبيقات نانو تكنولوجي. بالنسبه عندنا في مجال الطب، تشخيص مبكر الامراض، توصيل الدواء، انتاج اجهزه متناهيه في الصغر، غسل الكلى، الخ، انتاج روبوتات نانويه. مجال الزراعه، التعرف على البكتيريا في المواد الغذائيه وحفظ الغذاء، تطوير مغذيات ومواد حشريه. في مجال الطاقه، وطبعا ده شيء مهم جدا، انتاج خلايا شمسيه نانويه، زي خلايا نانو السيليكون، تتميز بقدره تحويليه عاليه على الطاقه، وكذلك اقل تسريبا للطاقه من الخلايا العاديه. ودلوقتي حاليا برضو في دراسه لانتاج خلايا وقود هيدروجيني قليل التكلفه وعاليه الايه الكفاءه. في مجال الصناعه، انتاج جزيئات لتقويه غير مرئيه تكسب الزجاج والخزف خاصيه التنظيف التلقائي، تحسين نوعيه مستحضرات التجميل والكريمات المضاده لاشعه الشمس، تصنيع انسجه طارده للبقع وتتميز بالتنظيف الزيتي. وطبعا وغيره من الصناعات او في مجال الصناعه، كذلك في مجال وسائل الاتصالات، انتاج اجهزه النانو اللاسلكيه والهواتف المحموله والاقمار الصناعيه، تقليص حجم الترانزستور والبروسيسور. طبعا انت لو تشوف مثلا الجهاز الكمبيوتر القديم كان حجمه كبير، دلوقتي الاجهزه بقت صغيره جدا، محموله وفي اصغر كم من كده. يكفي ان اقول لك جهاز الموبايل ده ما هو الا حاليا جهاز كمبيوتر مصغر جدا بفضل تكنولوجيا النينو. عندنا تصنيع شرائح الكترونيه تتميز بقدره عاليه على التخزين، زي ما انت عارف دلوقتي ممكن الاقي ذاكره الهاتف ممكن توصل لحوالي مثلا 500 جيجا او تيرا حتى كمان. مجال البيئه، عندنا دلوقتي بنستخدم تكنولوجيا النانو في مرشحات نانويه تابعة تنقية الهواء والماء وتحلية المياه وحل مشكلات النفاية النووية، إزالة العناصر الخطيرة. الآثار الضارة المحتملة للنانو تكنولوجي وتكنولوجيا النانو. أول حاجة بنلاقي فيه تأثيرات صحية ضارة على الإنسان. ليه؟ بنلاقي جزيئات النانو الصغيرة تتسلل من خلال الأغشية خلال الجسم والرئة الصقر داخل الجسم، فطبعا ده بيسبب أضرار بالغة للإنسان والحيوان والنبات. التأثير البيئي، بيحصل حاجة اسمها التلوث النانوي، وطبعا بيحصل فيه هنا تلوث للهواء والماء بالنفايات الناجمه عن تصنيع المواد النانويه، وخصوصا بقى الميتال منها اللي هي المعدنيه المتطايره في الهواء، وخصوصا بالقرب من مصانع الحديد مصانع الاسمنت. فطبعا ده بيعمل مشاكل كبيره جدا، بتكون متطايره في الهواء، وطبعا ايه بتخترق جسم الانسان والحيوانات ايضا. التاثيرات الاجتماعيه، يتسبب عن تكنولوجيا النانو تفاقم المشكلات الناجمه عن عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، لأن طبعا زي ما أنت عارف المواد النووية الحديثة مرتفعة الثمن، فلا يقوى الفقراء على الحصول عليها، لذلك قد تحدث بعض الجرائم والمشكلات. يعني أنت مثلا ممكن تلاقي طالب أو اتنين في المدرسة معاهم مثلا أيفون تمنه غالي جدا، ممكن تلاقي طلبة تانيين يحسوا طبعا بالفرق ما بينهم وبين بعض، تحصل هنا مشكلات وخناقات وممكن تؤدي لحدوث مشاجرات وممكن تؤدي للقتل. يعني ممكن تبقى ماشي في الشارع ممكن تلاقي ناس تثبتك عشان تاخد منك جهاز الموبايل بتاعك. فعشان كده بندعو الطلبة كل واحد يحتفظ بموبايله في جيبه او ما يجيش بالمدرسة اصلا الا للضرورة. وطبعا بندعو برضو الحكومات ومنظمة الأمم المتحدة إنها تحاول ترخص أسعار تكنولوجيا النانو علشان تبقى في متناول الجميع، بحيث إن الكل يحصل عليها سواء كان غني أو فقير. طبعا دي يعني النقطة المهمة في
الباب الاول زي ما انت شايف بنعرفك بس فيه بالكيمياء والقياس، بنديك فكره عن العلم الحديث النانو تكنولوجي، ودي بعض الاسئله بحيث ان انت تحاول برضو تجرب نفسك. لكن طبعا انت اعتمادك الاساسي هيكون على الاسئله الالكترونيه اللي احنا هنسيبها لك في صندوق الوصف. ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. وهنديك في النهاية كده ايه ملخص سريع كفيديو مساعد في سرد للمقرر بالنسبة للباب الأول، وخصوصا طبعا ايه الجزء بتاع النوم تكنولوجي. فيا ريت تابع معايا الفيديو للنهاية وركز كويس، وشوف أهم النقط اللي بيتعرض ليها الجزء بتاع النوم تكنولوجي. طبعا هو جزء معرفي هيكون فيه حفظ شويه، لكن ده كله احنا بس بنجهزك وبنعدك علشان الباب التاني الحساب الكيميائي. طبعا هو يعتبر البدايه الحقيقيه لعلم الكيمياء او مقرر الكيمياء للصف الاول الثانوي، اللي هو يعتبر اساس لكيمياء الثانويه العامه. فلا بد لاي طالب هيكمل في المجال العلمي لازم ان هو يركز كويس وما يعتمدش على الحفظ، يعتمد على الفهم. وتابع معايا كل الجزئيات، ولو عندك اي سؤال ممكن تبعت لي على الواتس او في التعليقات خلال قناة اليوتيوب، ماشي، او على موقع مدونة هدهد للمعلوميات على بلوجر ashlboss.com. وبنتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. طبعا النانو تكنولوجي بيستخدم حديثا في مجالات مختلفه. رقم واحد، بيستخدم في مجال الطب، بيستخدم في مجال الطب. واحد، التشخيص المبكر للاخطاء وتصوير الاعضاء والانسجه. اثنين، توصيل الدواء بدقه الى الانسجه والخلايا المصابه مما يزيد من فرص الشفاء ويقلل من الاضرار الجانبيه لعلاج التقليدي الذي لا يفرق بين الخلايا المصابه والسليمه. ثلاثه، انتاج اجهزه متناهيه الصغر للغسيل الكلوي يتم زراعتها في جسم المريض. روبوتات نانوية يتم إرسالها إلى تيار الدم حيث تقوم بإزالة البلطات.
الكيماوية التي تعمل على تنقيط الهواء. هي زي ما ليها تطبيقات وليها إيجابيات أكيد ليها تأثيرات ضارة. هي آخر حاجة عندنا في الدواء هي التأثيرات الضارة المحتملة للمواد النووية. أكيد زي ما كان ليها إيجابيات وليها تطبيقات ليها تأثيرات ضارة. بتنقسم التأثيرات الضارة إلى ثلاث تأثيرات: تأثيرات صحية، تأثيرات بيئية، تأثيرات اجتماعية. رقم واحد التأثيرات الصحية. تابعوني في الفيديو القادم، بداية للباب الثاني والكيمياء الكمي. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يصلك كل شيء.